إذن مشاهدينا أهلا بكم من جديد، نستكمل معكم أخبار الصباح ونبدأ طبعا بالعناوين. القسام تقول إنها أسرت جنودا إسرائيليين شمال غزة، وإسرائيل تنفي وشاحنات مساعدات تدخل إلى القطاع عبر كرم أبو سالم. السلطات الإيرانية الثلاث تقرر تسهيل العملية الانتخابية وتؤكد عدم وجود حظر على ممثلي السلطتين التنفيذية والتشريعية. والجيش السوداني يعلن انسحاب الدعم السريع خارج الحدود الشرقية للفاشر ويؤكد السيطرة على مواقعهم. إذن مشاهدينا سنبدأ من غزة، فقد قالت وسائل إعلام مصرية إن 200 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية بدأت بالفعل بالدخول إلى قطاع غزة من معبر كرب أبو سالم قادمة من معبر رفح. بحسب هذه المصادر فإن المساعدات هي عبارة عن مواد غذائية بوزن 15 إلى 20 طنا للشاحنة الواحدة، إضافة إلى 4 شاحنات تحمل وقودا للقطاع، وسيتم تسليم المساعدات للأمم المتحدة على الجانب الفلسطيني. في هذا الإطار أيضا يا روية، هناك أخبار عاجلة، مسؤول فلسطيني كان يتحدث مع وكالة أنباء العالم العربي وأيضا نقلتها صحيفة دعوت أحرنوت الإسرائيلية، تتحدث بأن هناك مفاوضات ما بين السلطة الفلسطينية والجانب المصري بشأن مسألة إدارة المعابر، خاصة معبر رفح خلال المرحلة المقبلة، سواء يكون به عناصر تابعة للسلطة الفلسطينية أو طرف ثالث لم يتم تحديده. وكان هناك ربما طرف أوروبي أو حديث يعني، صحيح، أو شركة أمريكية، كانت الكثير من الأفكار مطروحة في هذا الشأن. صحيح. التفاصيل طبعا ستظهر تباعا. صحيح. كذلك أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن واشنطن تمارس دبلوماسية عاجلة لتأمين وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية قامت بواجباتها في مساعدة السكان في القطاع بوسائل مختلفة. في الشرق الأوسط وبينما نمارس دبلوماسية عاجلة لتأمين وقف فوري لإطلاق النار يعيد الرهائن إلى ديارهم، قام جيشنا وقواتنا البحرية بنشر رصيف مؤقت على البحر الأبيض المتوسط في وقت قياسي لزيادة المساعدات المنقذة لحياة الفلسطينيين. قامت القوات الجوية الأمريكية بإسقاط المواد الغذائية وتوصيل عشرات الآلاف من الوجبات إلى سكان غزة. كانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت في بيان إن إسرائيل أعلنت رسمياً استئناف المفاوضات الرامية إلى التوصل لهدنة في قطاع غزة وتبادل المحتجزين مع حماس، فيما أشار مسؤول إسرائيلي إلى أن وفدي الطرفين سيتوجهان إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال أيام. الحكومة الإسرائيلية أكدت بدورها أن المفاوضات ستنطلق خلال الأيام المقبلة على أساس مقترحات جديدة، وذلك بقيادة الوسيطين مصر وقطر وبمشاركة الولايات المتحدة. هناك أيضا في هذه المسألة نفي من مسؤول في حماس لوكالة رويترز عن يعني مشاركة حماس في هذه المفاوضات إلا بعد وقف إطلاق النار، هذا طبقا لمسؤول في حماس لوكالة رويترز. لكن قبل قليل كذلك مسؤول في حماس أيضا قال لموقع أكسيوس الإخباري بأنه سيكون هناك اجتماع ما بين الوفد القطري ووفد من حركة حماس في الدوحة خلال الساعات المقبلة لمناقشة مشاركة حماس من عدمه في هذه المفاوضات. هو كل ما يتم التصريح أو كل ما يتم الإعلان عن أنه سيتم استئناف المفاوضات تصريحات تخرج من كلا الجانبين تعيدنا إلى المربع الأول، وحتى بعد انعقاد مثل هذه المفاوضات لغاية أكثر من مرة يعني. صحيح. في كل الأحوال على الجانب الميداني هناك متحدث باسم الجيش الإسرائيلي نفى خطف أي من الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة. هذا النفي الإسرائيلي جاء بعد إعلان لكتائب القسام قالت فيه إنها أسرت عددا من الجنود الإسرائيليين خلال العملية العسكرية التي أطلقتها إسرائيل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. أيضا مراسل العربية مشاهدين أفاد بأن القوات الإسرائيلية شنت حملة قصف عنيفة وغارة جوية على مخيم جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة. استهدف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية مخيم يبنى أيضا وسط مدينة رفح، وتزامن ذلك مع قصف عنيف على منطقتين جنوب مدينة رفح.
طبعا للوقوف أكثر على تفاصيل ميدانية من قطاع غزة ينضم إلينا من دير البلح مراسل العربية أسامة الكحلوت. أسامة أهلا بك معنا في أخبار الصباح. دعنا نبدأ بآخر ما لدينا من أخبار وهو الحديث عن أن هناك الكثير من الشاحنات الآن ربما تتوجه إلى قطاع غزة من الجانب المصري عبر معبر كرم أبو سالم. ما الذي لدينا من معلومات حول هذا الخبر تحديدا أسامة؟ نعم، لأول مرة منذ بداية الشهر الجاري حتى هذه اللحظة يتم الإعلان عن تسيير ما يقارب من 200 شاحنة تنطلق من معبر رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم التجاري من أجل تفتيشها من الجانب الإسرائيلي ومن ثم الدخول إلى قطاع غزة لتستلمها منظمات أممية. نتحدث هنا لتسيير 200 شاحنة، ويبدو أن الحال سيعود كما كان قبل إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، لأن هذه الأعداد من الشاحنات هي نفسها التي كانت تدخل قبل إغلاق المعبر، والآن يبدو أن هناك اتفاق رسمي حول هذا الأمر. الهلال الأحمر المصري اليوم أعلن أنه سيتم تسيير كل هذه الشاحنات تحمل على متنها مئات الأطنان من المساعدات الغذائية لسكان قطاع غزة، ومن ضمنها أيضا 4 شاحنات وقود نفس الأعداد والكميات التي كانت تدخل إلى قطاع غزة قبل إغلاق المعبر بداية الشهر الجاري. الآن ستدخل هذه الكميات باتجاه منظمات أممية. يعني هذا اللافت في الموضوع أن هذه المرة من سيستلم المساعدات هي فقط منظمات أممية عاملة في قطاع غزة. قبل إغلاق المعبر كان يتسلم هذه المساعدات جزء منها لمنظمات أممية، جزء منها إلى وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، ومن ثم يعني تقوم بدورها الوزارة هنا بتسليم مؤسسات محلية وتقوم بتوزيع المساعدات على النازحين سواء في مدارس اللواء أو في المخيمات المنتشرة في المناطق العشوائية مثلا في مناطق دير البلح وخان يونس. ولكن هذه المرة حسب ما نشاهد من تصريحات رسمية أنه من ستتسلم هذه المساعدات هي منظمات أممية أغلبها الأنوروا، وستقوم بعدها بتوزيع مساعدات على مناطق متفرقة للنازحين في منطقة جنوب قطاع غزة. حتى هذه اللحظة هناك تحذيرات رسمية من شح المجاعة في منطقة شمال قطاع غزة لعدم إدخال أي شاحنات مساعدات لا من معبر كرم أبو سالم التجاري ولا من المعبر الذي استحدثه الجيش الإسرائيلي مؤخرا في منطقة زكيم شمال قطاع غزة. نعم، طيب أسامة، ماذا بالنسبة للأوضاع الميدانية؟ يعني بعد نفي إسرائيل ما أعلنته حماس بالأمس من أسر جنود إسرائيليين، يعني الأنباء تتحدث عن زيادة وتيرة القصف بشكل كبير سواء كان مدفعي أو بالطيران على مناطق مختلفة من غزة، ماذا بهذا الشأن؟ بالفعل كثفت طائرات الحربية الإسرائيلية والمدفعية الإسرائيلية ضرباتها على مناطق متفرقة في قطاع غزة. كان التركيز أيضا في منطقة مخيم جباليا سواء كان في قلب المخيم، في منطقة الفلوجة، في منطقة تل الزعتر. حتى هذه اللحظة الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفى كمال عدوان. الآن المنظومة الصحية منهارة تماما في شمال قطاع غزة، لا يوجد أي مستشفى أو عيادة أو طبيب بإمكانه تقديم أي خدمة علاجية لأي مريض أو مصاب أو جريح في منطقة شمال قطاع غزة. صباح يوم أمس كان هناك تدخلات أممية من أجل إدخال إسعافات من منطقة جنوب القطاع إلى منطقة شمال القطاع، وهذا الأمر سيضطر الحصول على الموافقة من الجنود المتواجدين على الحاجز الإسرائيلي على شارع هارون الرشيد غرب مدينة غزة. صارت ما يقارب من 7 سيارات إسعاف تدفع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني برفقة سيارات أممية متجهة لمنطقة شمال قطاع غزة، كل هذا فقط من أجل تمكين المصاب من أجل نقله إلى مناطق آمنة قد تكون أو قد يتلقى فيها العلاج مثلا في منطقة مستشفى المعمداني في قلب مدينة غزة، في ظل إخراج كل مشافي شمال قطاع غزة عن الخدمة بعد محاصرة مستشفى كمال عدوان، بعد محاصرة مستشفى العودة، المستشفى الأندونيسي. في كل هذه المستشفيات في شمال قطاع غزة الآن خرجت عن الخدمة بفعل قوة الضربات الإسرائيلية على كل منطقة المستشفى وعلى محيط المستشفى، وأيضا استهداف الطوابق العليا في المستشفى وإجبار الطواقم الطبية على التواجد فقط داخل المستشفى ومنع المرضى من الخروج باتجاه مناطق آمنة سواء المستشفى المعمداني أو نقلهم عبر إسعافات إلى منطقة جنوب قطاع غزة. الوضع كارثي أكثر في منطقة جباليا شمال القطاع، ولكن في مناطق الجنوب أيضا المدفعية الإسرائيلية تضرب منطقة شرق مدينة خان يونس وهي منطقة محاذية للسياج الفاصل، بالإضافة لإطلاق نار من المروحية الإسرائيلية في منطقة شمال مخيم النصرات وهي أيضا محاذية للنقطة الأمنية التي أقامها الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى تركيز المدفعية على ضرباتها على منطقة مخيم يبنى في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. منذ يوم أمس حتى هذه اللحظة يتم انتشال الإصابات وضحايا من شوارع وأزقة مدينة رفح جنوب قطاع غزة. نشكرك شكرا جزيلا الزميل أسامة الكحلوت مراسل العربية، كنت معنا من دير البلح على كل هذه المعلومات.
ننتقل الآن إلى إيران، فهناك تحول الحديث من وفاة الرئيس إلى من سيكون الرئيس يا أسامة. وفي آخر طبعا التطورات الاستعدادات للانتخابات وخلال اجتماع رؤساء السلطات الثلاث الإيرانية وبناء على قرار مجلس صيانة الدستور، تقرر تسهيل العملية الانتخابية ومنع الصعاب الإضافية للمرشحين والأشخاص المؤهلين للتسجيل الذين لا يقل عمرهم عن 40 عاما ولا يزيد عن 75 عاما. بحسب وكالة فارس الإيرانية للأنباء، فقال مساعد رئيس مركز أبحاث مجلس صيانة الدستور الإيراني، قال إن تسجيل النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية ورئيس البرلمان في الانتخابات الرئاسية ليس محظورا من الناحية القانونية. الوكالة أكدت كذلك أنه لا يجوز ترشح أعضاء مجلس صيانة الدستور وأعضاء المجالس الإشرافية التي تقوم بالإشراف المباشر على الانتخابات. نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد قليل. ترامب يغازل الليبراليين ويطالبهم بالتحالف مع الجمهوريين ضد الديمقراطيين. شركة طبية تعلن تطوير أول نظام لزراعة الرأس البشري في العالم. أهلا بكم من جديد. ننتقل الآن إلى السودان، فقد أعلن الجيش السوداني أنه أجبر قوات الدعم السريع على الانسحاب خارج الحدود الشرقية لمدينة الفاشر في شمال دارفور. أضاف الجيش السوداني في بيان أنه كبد الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد وأنه سيطر على عدد من مواقعهم. وتشهد مدينة الفاشر منذ أيام معارك ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي تحاول السيطرة على المدينة بعد أن أحكمت قبضتها على 4 ولايات من أصل 5 ولايات في إقليم دارفور. معنا الآن مشاهدينا من دارفور مراسل العربية صالح أبو علامة. أهلا بك يا صالح معنا. صالح، ضعنا في صورة التطورات الميدانية، هل بالفعل قوات الدعم السريع يعني من المشاهدات انسحبت من منطقة مدينة الفاشر خصوصا عندما نتحدث عن الحدود الشرقية؟ مرحبا، ما زالت معارك الكر والفر مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر. قوات الدعم السريع متواجدة في الجهة الشمالية والجهة الشرقية في المدينة بصورة كبيرة حتى هذه اللحظة، لكن عادة المعارك هنالك كر وفر، هنالك تقدم، هنالك انسحاب كالعادة نتابعه خلال مجريات المعارك هنا بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدد من المحاور عندما تكون هنالك اشتباكات في إقليم دارفور. لكن ما زالت المعارك مستمرة في مدينة الفاشر. اليوم هنالك هدوء حذر حتى هذه اللحظة، ربما تتجدد المعارك قبيل منتصف النهار كالعادة، هذا هو التوقيت الذي تبدأ فيه الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع. الأوضاع في مدينة الفاشر جراء الاشتباكات أوضاع إنسانية قاسية، هنالك نزوح كبير جدا للمواطنين، تدفقات مستمرة من الجهة الشمالية إلى الجهة الجنوبية، هنالك أيضا خروج المواطنين من مدينة الفاشر جهة عدد من المواقع الآمنة حتى هذه اللحظة، هنالك اضطراب كبير جدا للمستشفى الجنوبي بسبب الجرحى جراء مصابة القذائف والرصاص الطائش. اليوم منظمة أطباء بلا حدود أعلنت بأن ما يزيد عن 900 جرحى الآن بالمستشفى الجنوبي تلقوا العلاج وأشرفت عليهم المنظمة. هنالك أيضا ما يصل إلى 123 قتيل خلال الأسبوعين الماضيين جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر. الأوضاع متصاعدة وقد تشهد أيضا تصاعد أكثر نسبة لحدة الاشتباكات ونسبة أيضا لكثافة استخدام الرصاص والقذائف في مناطق مأهولة بالسكان خاصة وسط مدينة الفاشر. طيب صالح، هذا على المستوى الميداني. على المستوى السياسي كانت هناك تصريحات لافتة للقاء الذي أجرته العربية مع الفريق ياسر العطب الأمس، وتحدث عن نية البرهان لإعادة تشكيل المجلس العسكري وكذلك أيضا إلغاء الوثيقة الدستورية. كيف تعاطت القوى السياسية في السودان مع هذه التصريحات؟
نعم، هنالك من يرحب وهنالك ايضا من ينظر الى هذه الخطوه بانها خطوه مبكره يجب ارجاؤها الى بعد الاتفاق، الى بعد وقف الحرب حتى يتوافق الجميع على حكومه تمثل جميع اطراف السودان وتمثل ايضا جميع اقاليم السودان. اليوم هنالك ايضا مؤتمر يجري في اديس ابابا لقوى الحريه التغيير تقدم، ايضا هو يبحث وقف الحرب. هنالك تباينات كثيره في هذا الشان، هنالك قوى سياسيه متعدده تعمل من اجل ايقاف الحرب وايضا من اجل استمرار الوضع في السودان، خاصه اعاده المسار الدستوري وتشكيل حكومه لتخفيف وطاه الحرب على السودانيين هنا في السودان. نشكرك شكرا جزيلا الزميل صالح ابو علام مراسل العربيه، كنت معنا من دارفور. إلى تونس هذه المرة يا روي، الرئيس التونسي قيس سعيد قرر إجراء تعديل جزئي مفاجئ على الحكومة. هذا التعديل عين بمقتضى خالد النوري وزير للداخلية خلفا لكمال الفقي، كما قرر أيضا الرئيس قيس سعيد تعيين كمال المدوري وزيرا للشؤون الاجتماعية خلفا لمالك الزاهي، وتعيين سفيان بن صادق كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني. ننتقل إلى الشأن الروسي الأوكراني، فقد ارتفع عدد ضحايا القصف الذي نفذته قوات كييف على منشآت مدنية في مقاطعة بلغوراد إلى 11 قتيلاً ونحو 40 جريحاً أو مصاباً، فيما يستمر البحث عن مصير 16 آخرين. هذا وقد أفاد حاكم بلغوراد أن متجراً مكتظاً بالمواطنين في المدينة تعرض لهجوم روسي نفذ بواسطة قنبلتين جويتين موجهتين. في ذات إطار الحرب أيضا الأوكرانية الروسية يا روية، الرئيس الأمريكي جو بايدن جدد التأكيد على أنه لا يعتزم إرسال جنود أمريكيين إلى أوكرانيا، كما نوه في خطاب ألقاه أمام خريجي كلية ويست بوينت العسكرية في نيويورك، وجه برياد أو أكد على ريادة الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم. هذا طبعا في إطار رد ضمني على خصمه الجمهوري دونالد ترامب الذي طالما اتهمه بالضعف. لا يوجد جنود أمريكيون في حالة حرب في أوكرانيا، أنا مصمم على الحفاظ على هذا الأمر. لكننا نقف بقوة مع أوكرانيا وسنظل نقف معهم. نحن نقف ضد رجل أعرفه جيدا منذ سنوات، طاغية وحشي. أما الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فأثار أيضا ردود فعل متباينة أثناء خطابه خلال المؤتمر الوطني الليبرالي، حيث حث الحزب على الاتحاد مع الجمهوريين للتغلب على الرئيس جو بايدن في نوفمبر القادم. ترامب قال إنه لا ينبغي لنا أن نقاتل بعضنا البعض، وأنه إذا عاد جو بايدن إلى السلطة فلن تكون هناك حرية لأي شخص في الولايات المتحدة. هذا أثار صيحات الاستهجان من الليبراليين، لكنه حصل أيضا على هتافات مؤيدة من أنصاره. وجه انتقادات وهتافات كبيرة للغاية ترامب في هذا المؤتمر، حتى من بينها أثير مسألة التاريخ السياسي وأيضا ما تحدث به في مسألة لقاح كورونا. لكن اللافت ما بينسوله، اللافت في هذه المسألة هي مسألة الليبرالية. الليبرالية في الأساس هي مصطلح اقتصادي ولم يكن مصطلح سياسي، تم تحويله تماما إلى مصطلح سياسي، لكنه في الأساس هو مصطلح اقتصادي سقه أدم سميث في ثروة الأمم، كان يتحدث عن الاقتصاد المفتوح وحرية السوق وحرية الاقتصاد، لكن الآن يبدو أنه كل الحديث عنه في ما هو سياسي. يقال بأنه لا يمكن الفصل ما بين الاقتصاد والسياسة، هو الاقتصاد بالإنجليزي يقال economics drive politics. أنا أتحدث عن المصطلح بذاته، المصطلح كمصطلح مزبوط. فهو إذا أسقطنا هي حتى من الناحية المعنوية، فكل الاقتصاد كل والسياسة يتشابه، لأنه البعض يعني يتحدث الليبراليين والجمهوريين، وترامب يطالب هؤلاء وهؤلاء، لأن البعض يربط الليبراليين بالديمقراطيين دائما. في كل الأحوال نذهب هذه المرة إلى ملف آخر. رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ تي عرض مرة أخرى إجراء محادثات مع الصين، هذا طبعا جاء بعد المناورات الحربية الصينية الأخيرة التي أجريت بالقرب من الجزيرة التي نددت بها الحكومة التايوانية. تشينغ تي قال إنه يتطلع إلى تعزيز التفاهم المتبادل والمصالح المتبادلة مع الصين، وأيضا خلق منفعة متبادلة والتحرك نحو وضع سلام ورخاء مشترك، داعيا بكين إلى تقاسم المسؤولية الثقيلة
على الاستقرار الإقليمي مع تايوان. هذا وقد وصل رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ ونظيره الياباني فوميو كيشيدا إلى كوريا الجنوبية لحضور أول قمة ثلاثية بين كوريا الجنوبية واليابان منذ 4 سنوات. يعقد لي اجتماعات ثنائية مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قبل يوم من اجتماعهم الثلاثي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة قضايا أخرى محل اهتمام مشترك. لكن لا يتوقع أن يناقش الزعماء موضوعات حساسة مثل البرنامج النووي لكوريا الشمالية ومطالبة الصين بالسيادة على تايوان أو حتى النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي. إلى جوائز مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث فاز فيلم أنورا للمخرج الأمريكي شون بيكر بجائزة السعفة الذهبية. هذا الفيلم يحكي قصة راقصة شابة تتعرف على ابن أحد الأثرياء الروس الذي يقع في حبها وتبدأ مغامرتهما معا. بالفعل، وأيضا المخرج الإيراني محمد راسولوف حاز على جائزة لجنة التحكيم عن فيلمه بذرة التين المقدس بعد أن تمكن من الفرار سرا من إيران. فاز أيضا الفيلم المصري رفعت عيني للسماء من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي بمهرجان كان السينمائي. أيضا مشاهدين، إعلان جديد عن ابتكار علمي لتطوير أول نظام لزراعة الرأس البشري في العالم. طبعا هذا الإعلان جاء على لسان شركة ناشئة في مجال علم الأعصاب والهندسة الطبية الحيوية من الولايات المتحدة الأمريكية. الشركة قالت يا راوية إن الابتكار سيمثل إنجازا تاريخيا في مجالات علم الأعصاب والهندسة البشرية والذكاء الاصطناعي. هذا المشروع بالمناسبة يرأسه عالم يمني يسمى هاشم الغيلي، الذي أكد أن الشركة تمثل المفهوم الأول في العالم لنظام زراعة الرأس الذي يدمج الروبوتات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتنفيذ إجراءات زراعة الرأس والوجه بشكل كامل. جراحة مفيدة رح تكون. مشاهدينا، ختام أخبار الصباح لهذا اليوم، نذكركم بأبرز العناوين. القسام تقول إنها أسرت جنودا إسرائيليين شمال غزة وإسرائيل تنفي، وشاحنات مساعدات تدخل إلى القطاع عبر كرم أبو سالم. السلطات الإيرانية الثلاث تقرر تسهيل العملية الانتخابية وتؤكد عدم وجود حظر على ممثل السلطتين التنفيذية والتشريعية. والجيش السوداني يعلن انسحاب الدعم السريع خارج الحدود الشرقية للفاشر ويؤكد السيطرة على موقع. أخبار الصباح لهذا اليوم قد انتهت، لكن دائما للمزيد من الأخبار والمعلومات قوموا بزيارة موقعنا العربية.net. طبعا نشكر لكم حسن المتابعة مشاهدينا، نلقاكم في الغد، كونوا على الموعد، إلى اللقاء.